ثبت عند أبي داود أن أحد التابعين واسمه شريق سأل عائشة رضي الله عنها ماذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من نوم الليل قبل أن يفتتح صلاة الليل، فقالت رضي الله عنها ما سألني أحد قبلك، كان إذا هب من النوم كبر الله عشرا، يعني قال الله أكبر عشر مرات وحمد الله عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر الله عشرا وهلل عشرا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق القيامة عشرا. كان يدعو بهذه الدعوات ويكررها عشر مرات. من ضيق الدنيا، قال القاري رحمه الله ضيق الدنيا شدائدها، فمن عظمت عليه شدائد الدنيا من فقر أو مرض أو ابتلاء فإن هذه الدنيا مع سعتها تكون ضيقة في عينه، فلتستعذ بالله جل وعلا من ضيق الدنيا ومن ضيق القيامة. وضيق القيامة أي مما يكون فيها من الأهوال والشدائد،